السلام عليكم يا كابتن. انا اسمي عبد العزيز، طالب في جامعه الازهر القاهره. وبالنسبه لمباراه العوده في السنغال، يعني انصح للذين يروحون، الجو يعني مختلف شويه، مثلا هناك يعني الجو حار شويه، ممكن لابس تيشيرتات كده. وبالنسبه للشعب السنغال ما شاء الله شعب كويسين وشعب يعني متفاهم، ان شاء الله لا يكون اي مشكله، وفي الاخير ان شاء الله سترجعون بالسلامه ان شاء الله. يعني باشي يا حبيبي، طالب هنا في مصر جامعه الازهر. بالنسبه للمباراه العوده ان شاء الله ستكون، انا اتمنى ان تكون مع السلامه ان شاء الله. يعني انصح للمشجعين او الذاهبين الى هناك ان يلبسوا يعني ما نسمى بالجيكت، يعني جيكت هذا جيكت او هذا مثلك، لان الجو هناك يكون بارد جدا، يعني نتقال الجو هناك بارد جدا بارد. والشعب بالنسبه للشعب ان شاء الله لا تجدون اي مشكله هناك، هم يعني متفاهمون كثير، يعني فايتسن كانتو. يعني السلام عليكم، اسمي حسين، طالب هنا في جامعة الأزهر. بالنسبة لمباراة العودة أقول للمسلمين لا تخافوا ولا تحزنوا، إن شاء الله سوف نستقبل لكم خير استقبال ونقول لكم أهلا وسهلا وترحيبا، لا تخافوا إن شاء الله. الطقس هناك في هذه الأيام بارد، سمعتم هذا الخبر، يقولون هذا الطقس هناك بارد جدا. ممكن تلبسون بعض الثياب الثقيلة، أيضا ممكن أيضا تلبسون هذه الثياب التيشيرتات هذا. نعم، أنا اسمي أبو بكر، فكلمتي الأخيرة للمصريين الذين يريدون الذهاب إلى السنغال لتشجيع لمنتخبهم في مباراة العودة، فنصائحي لكم أن يذهب بسلام ويرجع بسلام. بالنسبة للبيئة السنغالية هناك، البيئة جميلة جدا، والشعب أيضا شعب طيب، فنحن يلقب ببلد الترانغا، فكل ما يخص بالبلد هي بلد ضيافة، فالحياة هناك جميلة مع كل الناس، كل واحد يعتبر الآخر كنفسه. فأيضا عندما يذهبون أو عندما وصلوا هناك يكون احتياطا، لو قارنا بجو السنغال مع جو مصر، فالجو المصري يكون أكثر برودة، فلذلك عندما ذهب إلى هناك ربما يكون احتياطي فقط، يكون معهم الأشياء الجاهزة سواء للبرود أو للحرارة، لأن الجو يتغير من حين لآخر. فأتمنى لهم السلام والنهاية الطيبة.